السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بنشوف برنامج رابيد ماينر. ده بيعمل ايه؟ بيعمل داتا ماينر، بيبقى عندي داتا وبيقدر ان هو يعمل لي تحليل ليها ويقدر يعمل لي تنبؤ بالبيانات اللي جاية وهكذا. تمام، في جزء كبير جدا من الذكاء الاصطناعي، وفي جزء برضو خاص بيه تقدر تقول برمجة بدون كود. الحاجات دي ليها كود بيقعد يتكتب كتير قوي، فاحنا هنقدر نعملها بشكل مبسط جدا من غير ما تقعد تكتب الكود خالص. طيب، دي واجهة البرنامج، دي هنا البروسيس، دي العمليات بتتم هنا، وهنا بتتم هنا الداتا. فانا ممكن اقول له انا عايز اعمل امبورت داتا داتابيس، وتقدر توصل بالداتابيس اللي طبعا عندك زي سيكوال او اوراكل او كده، او تقول له انا عايز ماي كمبيوتر، وتبدا تختار ملف سي اس في او ملف اكسل. وممكن في عندك هنا داتا جاهزه ممكن احنا نستخدمها. خلينا مثلا نستخدم الداتا دي. عندنا الداتا لما تدوس عليها بيبدا يجي يقول لك نوعها واسمها وكل حاجه، ولما تشغل مفيش حاجه تتعمل، مفيش ميسنج. تمام، طيب لسه هنوصل الحاجات ببعض عشان ايه نبدا نشتغل عليها. طيب الغي الوصله ديت، فهنا هتلاقي الاوبريشن اللي احنا هنبدا نشتغل عليه. طيب، وهنا بيبدا يديني معلومات عن البرامتر، يعني مثلا دوت في برامتر ايه، والهيلب هنا بيقول لي دي المدخلات بتاعتها ايه والمخرجات بتاعتها ايه. طيب كده احنا حطينا قاعدة البيانات بتاعتنا او المعلومات بتاعتنا، بس محتاجين ان احنا نعمل لها تحليل. فهقول له ان انا عايز اعمل كروس فاليديشن اهوت. تمام، هنا بيقول لي مفيش اي بيانات خالص. هنا الريزولت هيقول لي لو في اي معلومات موجودة، ليس مفيش حاجة. هبدأ اوصل ده بده. تمام، وهقول له ان انا عايز ابدأ اخد المخرجات من هنا. الكروس فاليديشن دوت ممكن نبدا ندخل فيه بعض التفاصيل. بدوس هنا فبيقول لي هنا عندك الكروس فاليديشن، عندي حاجه تريننج وحاجه اسمها تيستينج. هو التعلم الالي والذكاء العميق بيحتاج ان انا ادي له تريننج وتيستينج. طيب هاجي هنا فاقول له انا عايز هنا لينير ريجريشن. عشان يبدأ يحلل البيانات بتاعتنا، فهو هياخد الداتا من هنا وهيبدأ يدي البيانات. طيب التريننج انا احتاج ان انا اقول له بيرفورمانس بالشكل دوت اهو. هنا ده هنا وده هنا. طيب عايز اقول له بقى ابلاي موديل، السكورنج اهوت، وابدا بقى اوصل ام ودي، وهنا ليبل، وهنا تيست بالشكل دوت. ونرجع تاني للبروسينج، وابدا اقول له اعمل لي التحليل بتاعي. فهنا الاكزامبل ريتريف ويتنج، وهنا التحليل لينير ريجريشن. طبعا التحليل دوت كان بياخد وقت كتير جدا، ولازم تقعد تكتب اكواد والحاجات دي كلها، لكن البرنامج دوت بيجيبها لي جاهزه. دي الداتا، هيت الداتا اللي هو حصل عليها المعلومات دي كلها، وهو بدا يعمل التحليل ليها. وده ديسكريبشن، وده الانوتيشن لو في اي حاجه محتاجه انوتيشن تقدر انت تعمل اد لي الانوتيشن.